طبعا الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمؤتمر العالمي للعدالة والاستثمار. الجلسة الافتتاحية تميزت بلحظة قوية شدت انتباه كل المشاركين والحاضرين في هذه الجلسة من وزراء عدل من مختلف بقاع العالم ورؤساء السلطة القضائية والخبراء ومؤسسات رؤساء المؤسسات الدستورية. كان تتبع يعني بالغ الاهتمام نظرا لأن الرسالة الملكية السامية ربطت ربطا جدليا بين العدالة والاستثمار، حيث أوضح جلالته أنه لا يمكن أن نحقق إقلاعا اقتصاديا وإنعاشا في الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية إلا في ظل أمن قضائي توفره منظومة عدالة ناجعة تتميز بسلطة قضائية نزيهة مستقلة وتكامل أيضا بين مكونات منظومة العدالة. ودعا جلالة الملك من أجل أن تكون العدالة في خدمة الاستثمار وإنعاش الاقتصاد وتحقيق التنمية، دعا إلى تطوير الإدارة القضائية وإلى استلهام التكنولوجيات الحديثة في هذه الإدارة وإلى تضافر الجهود والتعاون من أجل إرساء دعائم عدالة حديثة متطورة مستقلة في ظل التكامل والتعاون بين مختلف مكوناتها. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.